اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. النهاردة الفتة، ولكن الفتة على أصولها، لا لحمة ضاني ولا لحمة راس ولا كوارع ولا عكاوي. النهاردة معانا فتة الدجاج بالزبادي والطحينة. أكيد هي فيها شوية هلسي شوية صحية، ولكن بقدر الإمكان عايزين العيش اللي هو عصب الفتة ايا كان نوع الفته لازم يكون له طعم وله تيست. احنا معانا العيش ومعانا الفراخ ومعانا الزبادي والطحينه. معانا سلطه بطاطس النهارده غنيه بالنشويات والكربوهيدرات بطريقه جديده النهارده، وحقوق الطبع لدينا وبس. ازاي نعمل سلطه البطاطس بفليفر وتركايه خاصه جدا النهارده بترضي الصغير قبل الكبير. اما الحلو النهارده اشوفك في المشمش. المشمش من الفواكه اللي ما بتقعدش فتره طويله في السوق قدام الفكهاني، يعني عينينا تبص لها النهارده بعد الفكهاني النهارده تاني اسبوع ما نلاقوش. المشمش البلدي معايا النهارده هعمله النهارده البسطيله، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ولكن لها طريقه ببشره الليمون مع العجينه. اكيد في تركايه بسيطه وسهله، وامتى تكون العجينه هشه ولطيفه وجميله. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده وفيها شغل كتير للامانه، مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومة غير معلومة، تفاصيل صغيرة ولكن الطعم كبير والشكل جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الباستا فلورا على الشاشة. مقادير الباستا فلورا على الشاشة، مقاديرها بتقول ايه؟ بتقول مشمش. واشوفك في المشمش يا حمزة. واسيب المشمش. ومعانا مربة المشمش يا ويلي، ومعانا كوبايتين من الدقيق، ومعانا بيكنج باودر وشوية فانيليا، بشرة ليمون، سكر بني، سكر أبيض عادي مش هيفرق، وحليب وبيكنج باودر وبيضة. أنا بصراحة حابب أعمل العجينة مع حضراتكم، ما طلعتش بيها جاهزة كالعادة، عشان كده هنبدأ إن احنا إيه نعمل العجينة كده في عجالة. مقاديرها على الشاشة، شفنا تاني مقادير العجينة. أشيل ده من هنا، حاضر. أنا عايز أعمل العجينة كده، بس طبعا خلي بالكم طالما هنشتغل في حلو ده استخدمنا فيه توم وبصل بلاشه. البلانشة بتاعتك ترواية عليها مهم جدا على فكرة. السكينة اللي انت بتشتغلي بيها ما يكونش فيها ريحة توم. الرخامه او الكاونتر اللي بتشتغل عليه ما يكونش فيه مكانه بصل ولا توم. الحاجات دي مهمه جدا على فكره. واللي بنى مصر في الاصل حلواني، لازم الريحه الحلوه في المطبخ ده مهم جدا. وانا مع حضراتكم اول باول اهو زي الفل. الله، ده مهم جدا على فكره. وفي نفس المكان ده هعجن عجينه دلوقتي لطيفه. ادي الدقيق بتاعنا حلو قوي. بتحدد كميه الدقيق ازاي يا عم الشيف؟ القالب اللي هتعملي فيه باستا فلورا دي، القوالب دي موجوده عند الراجل اللي بيبيع الادوات المنزليه والسوبر ماركت او المول التجاري ايا كان هو، باسعار مختلفه، في منها المعادن المختلفه. من مصروف البيت وفري 10 جنيه في 50 جنيه كل شهر، هتجيبي كل مره حاجه، مره قطعه كويسه، مره سكينه كويسه، مره قالب زي ده وهكذا، تبقى تقومي تساعدك وتديكي طاقه وتديكي ايجابيات في انك تجددي من مطبخك. ادي القالب بتاعنا معانا اهو، علشان كده حددنا كميه الدقيق. معانا بيكنج باودر في المقادير، بنحط البيكنج باودر في المقادير ونقلبه كده، ونعمل حفره. ربنا يكفينا شر الحفره اهو. حلو الكلام. ونحط على الحفرة دي شوية فانيليا، بشرة ليمون. العجينة مع حضراتكم خطوة بخطوة. اللي بيسأل لعجينة الباستيلا أو العجينة بتاعت الباستا فلورا، البيضة في قلب العجينة، اللهم صل على النبي، الزبدة في قلب العجينة بالشكل ده كده، رشة سكر في قلب العجينة. حلو قوي يا عم الشيف، تسلم ايدك. رشة ملح في
في قلب العجينه. نشيل الصلصه دي من النار خلاص. شفتوا التشريبه بس بتاعت، نروح للتشريبه بتاعت الشاورما دي اهم حاجه على فكره. طبعا بعد ما خدت منها الفراخ خلاص بسيبها على النار تتسبك. ليه يا عم الشيف؟ علشان دي اللي هتدي طعم للعيش بتاع الشاورما، لان انا ما عنديش شوربه كوارع ولا شوربه لحمه راس ولا شوربه عكاوي اهي. انا اهم حاجه الشويه اللي عندي دول فيهم الطعم والفليفر، بخليهم كده على النار هاديه. حلو الكلام، ونكمل العجين مع بعض. نعم، لو صبرت عليا شويه كنت هتعرف انا اعمل ايه. حبيبي بيقول لي يا العجينه هتتعجن بالبيض والزبده بس. طبعا مخرج وعايز يشوف الايه الابداع. طبعا هي تحتاج لسائل هنا. السائل ده حاجتين وده اختيارك انت. عايزه العجينه دسمه يا امي، عايزه العجينه دسمه يا خالتي، يا ست الكل يا اللي بتشوفينا حط لها حليب كامل الدسم. عايزاها اقل دسامه حط لها حليب قليل الدسامه، وده موجود في اي سوبر ماركت. مش عايزه لا دسامه كتير ولا دسامه قليله، استخدمي ميه. الاختيار ليكي والقرار قرارك. حلو الكلام، حلو. انا هعملها بصراحه بحليب. دسامه مين ده؟ احنا هناكل النهارده فته وبطاطس. نعجن العجينه كده. والله احنا كنا هنعملها النهارده بالتوت، دورت على التوت ما لقيتوش الصبح. يعني كان في المنيو بتاعنا، عشان المنيو طبعا ده اساسي ملتزمين بيه، ولكن ما لقيتش توت. فجبنا بدل التوت مشمش. شفتوا بقى المصداقيه؟ لسه عايزه شويه حليب كمان. العجينه بتاعت الباستا فلورا او العجينه بتاعت الطرت غير عجينه البيتزا، بتبقى ماسكه نفسها شويه. بتحتاج لتدخل اليدين واحنا بنعجن. عندك عجانه مفيش مشكله. بصراحه انا مش بحب العجانه، ما بحسش بالمتعه وانا بعجن العجينه. انا لما بلمس العجينه كده زي ام رحمه الله عليها وكل امهاتنا ربنا يديهم الصحه، العجينه بتمتص المشاعر الامومه ومشاعر الحب واحنا بنعجنها. بتطلع من بين اصابع ايدك وانت بتعجنها. مش لازم تروح تشتري عجانه ب 10,000 جنيه، دي زلتها ب 10. شفت العجينه في ايدي طلعت اهي. هو ده الحب. شفت الزبده؟ والله احتاجت حليب هنحط حليب. كفايه حليب كده ونحط ميه اختياري. هتن اقلب فيها كده لغايه لما ما يبانش اثر للدقيق، خلي بالك. شفت انا بعجن ازاي؟ اللهم صل على النبي. عملت ايدي عجانه. هتقولي لي بخل، ما عندنا العجانه والله وموجوده تحت الكاونتر بتاعي، بس للاسف ما بحبش استخدمها. انا احب دايما اعجن العجينه بايدي، عجينه بيتزا، عجينه طرت وهكذا. شويه الحليب دول بس خلاص. حلوه، بس هتن اخدم عليها كده لغايه لما العجينه كلها تلم مع بعضيها. الله عليك مخك شاطر. سيبنا عيش مع العجينه بقى، والعجين اللي انا بعجنه ده كده. ممكن ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل تلاقوني لميت العجينه دي وقدرت اسيطر عليها، ونشوف نعمل التوبنج بتاع المشمش ازاي مع مربى المشمش. واشوفك في المشمش يا شفيق، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف دون سابق انذار. معانا الباستا فلورا في قلب ايدي دلوقتي، هناخدها مع بعض وندخلها الفرن. لازم تفردي العجينه بالشكل ده كده. بعد ما بتفرديها بالتساوي تعملي اطراف طبعا في القالب اللي انت جايباه من المصروف، وتدخلها الفرن تستوي تتشمع يعني من الاخر بالشكل ده كده. فين مكانها مخرجنا؟ في ارضيه الفرن. بص عليها وبص على الحلاوه وصلي على الحبيب قلبك يطيب. ادي العجينه في قلب الفرن، هنقفل الفرن بتاعنا. حلو الكلام؟ نعم زي الفل. نشتغل بقى على الباستا فلورا. معانا المشمش، معانا السكر. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي سريعا. التوبنج بتاعنا ده اساسي، ومعانا مربى. نشيل الفليفله الحلوه دي بدل ما ايدينا تيجي عليها بالغلط، ونجيب طاسه حلوه كده. طبعا العجينه في الفرن بتتشمع بتستوي،
تعالوا نعمل مع بعض الحشوه بتاعت الباستا فلورا. طاسه على النار ومضرب ما عداش لا عليه بصل ولا ثوم زي الفل. ده مهم جدا على فكره. والنار تكون شديده معانا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ببساطه كده الطاسه على النار ونحط الزبده. لحظه حاجه هنا، حطيت الزبده قبل الطاسه ما تسخن، ده مهم جدا على فكره. حطيت الزبده قبل الطاسه ما تسخن. ده مهم جدا، ليه يا عم الشيف؟ عشان الزبده ما تتحرقش معايا. بحط عليها معلقه حليب صغيره بس خلاص. واسيب الزبده دي تسيح. وهي بتسيح بنحط عليها السكر. ونسيبهم مع بعض شويه عشان الانسجام. زبده معلقه حليب سكر. زبده معلقه حليب سكر. زبده معلقه حليب سكر. ونقلب لغايه لما الزبده تسيح. والعجينه في الفرن بتتشمع. زبده معلقه سكر وحليب. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ومعانا من النشا معلقه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كفايه قوي لان معايا مربى. نقلب دول كده مع بعض. ملاحظين حاجه هنا؟ سبت كل اللي في ايدي وخلصت شغل البطاطس اللي فيها توم والفراخ اللي كلها توم وخل وتوابل واشتغلت في الحلو كده ببساطه. شايفه القوام ده كده؟ ركزي في القوام ده. تاني، القوام ده عباره عن ايه يا عم الشيف؟ القوام ده عباره عن زبده وحليب وسكر ومعلقه نشا. على فكره ينفع توبنج لعجينه الباستا فلورا، توبنج لعجينه السينابون اللي احنا كلنا عارفينها، توبنج لو عاملين كريب او عاملين بانكيك وهكذا. زبده حليب سكر ومعلقه نشا وسريع التقليب. معانا مربى المشمش. ما ينفعش اكون عامل باستا فلورا بالمشمش واجيب مربى توت او مربى مانجا، لا مربى مشمش. ونقلب. الله عليك يا عم الشيف، ايه الروقان ده؟ ايه الروقان ده؟ دي مربى مشمش جايه من المشمش. معانا زبده وحليب ونشا وسكر. ونشيل كل حاجه مش عايزينها. اللهم صل على النبي، كل حاجه انا مش عايزها. ونوسع الدنيا كده. واخد للامانه بقى شويه فلسفه من المغازي اللي حضراتكم متعودين عليها. ايه ده؟ ده نعناع. نعمين؟ يلا. ده نعناع اخضر. بس خلصت. حلو قوي. وناخد شويه مشمش من اللي عندي ده كده. بسقطهم هنا. واقلبهم. الله. حلو السؤال ده، الله عليك. ينفع بدل المشمش كومبوتو؟ ينفع. يبقى لطيف وجميل. اللي هو المعلب. طب اذا عندي الطازه بالخير ارضنا، نجيب المعلب ليه؟ ينفع بداله الخوخ. الله على العجينه، الله على العجينه وجمال العجينه والخبره بتاعه العجينه. الله. مخرجنا بالله عليك صورني معاها العجينه دي، فرحان بيها قوي. بص عليها كده، بص على الشقاوه بتاعتها. وسعت لك الزوم يا غالي. اللهم صل على النبي. مكانها حلو كده حبيبي، حبيبي وحبيب والديك. حلو قوي. كل اللي انا هعمله دلوقتي اجي كده. الله 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 كده الاطراف. اهو 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 اهو. شفت العجينه؟ بسكوته بسكوته يا بسكوته. ناخد الخلطه اللطيفه دي معانا. بص على الحلاوه دي بالله عليك، بص على الشقاوه دي اللي في قلب الحله، في قلب الطاسه. باستا فلورا على طريقه الشيف المغازي. بدلع المشمش على النار واسيبها هسه تشرب منها العجينه دلوقتي. طبعا النشا هنا مع المربى مع عمليه التبريد اللي هتحصل هيديني قوام
زي قوام الجيلي او قوام المهلبيه في قلب العجينه بتاعه الباستا فلورا. وعندي مشمش اقعد اتسلى بقى، حلقتنا كده خلصت، وارص المشمش بالتساوي في قلب الباستا فلورا ازينها. خلي بالك تنسي حبايه النوى في قلب المشمش وتكون حماتك عندي تكسر سنانها، والله ما تاكل عندك ابدا. بهزر انا. ده المشمش هو اصلا مستوي. يعني لو مخرجنا خلص الحلقه دلوقتي انا هكمل المشمش ده اكل بصراحه زي طعمه طعم العسل. يلا حلقتنا النهارده ببساطه سهوله وكمان بطريقه بسيطه قدرنا نخش المطبخ ونعمل حاجات لاول مره. عملنا الباستا فلورا بالمشمش بتكنيك عالي من الخبره، والمشمش في وقته دلوقتي وجو دلوقتي مستوي. وعملنا كمان فتت الدجاج بالزبادي، وعملنا سلطه بطاطس بتكنيك عالي. يعني النهارده السفره بتاعتنا سفره شهيه حضراتكم تستحقونها، لان بنسمع منكم كلام حلو وتعليقات حلوه على السوشيال ميديا. وانا بشكر كل فريق السوشيال ميديا وكل اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.